التعاقد مع الانتماء. بدينا فكرة مشروعنا هذه أنا وزوجي اللي هو سائد تايا. السبب الأساسي إنه أول اللي دفعني له إنه أنا بدرساوية وجوزي بدرساوي، وزي ما الكل بيعرف إنه المفتول معروف ومشهور إنه البدارسة هم اللي بيعملوه أساساً، وهو عبارة عن مطعم في البيت، فبنعمل المفتول بشكل يدوي خالص ووجبات جاهزة للتقديم مع جاج مع يخنا مع كل الحاجات هذه، وطبعا تسويقنا كله اونلاين، التزامات اكثر من الدخل المطلوب، فهي اللي دفعتنا انه احنا ننمي دخلنا ونزيده لانه المتطلبات اكثر. الاساس في صنع المفتول اللي هو القمح، احنا بنجيبه منقى ومطحون وجاهز، وتوابلنا بنجيبها تقريبا بشكل يومي عشان تكون طازه وجديده. بعدين بنخلط معاه اللي هو الابيض، وبنخلط معاه كمان السميد. انا وزوجي طبعا بنتبادل المهمات، هو بيعمل على الكربال وأنا بعمل اللي هي بسموها الحزقة اللي هي أصلاً بتطلع حبة المفتول. مع طلب الناس والناس هم اللي صاروا يشجعون على فكرة إنه إحنا نقدم حاجات إنه أكتر، هم اللي صاروا يطلبوا يخنا، صار يزيد الإقبال على كمان الجاج، على الفخذ الحبش، على اللحوم، فصرنا نعمل الوجبة جاهزة للتقديم بناء على طلب الزبائن. غير حياتنا طبعا المشروع هذا، وغير مستوى الدخل في الوضع اللي احنا بنعيشه. بنشتغل على الحطب، هنا عفران الطينة البلدية، شغل حطب، بنعمل اشي مدخن بحطب الزيتون، بنعمل فخذ حبش، وجبات جاهزة مفتول، نعمل قرع محشي، وبنشتغل كمان فطاير سبانخ ولحمة وبصل ولحمة، ومطبق فلسطيني ومسخن فلسطيني. بنجهز الطلبية، بنلفلفها وبنسلفنها 100%. أنا عندي بسكليت خاص فيها بود عليه، مشاوير بعيدة، طلبات بعيدة، حاجات زي هيك بتعامل مع الدليفري. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا لك لزقات مفتولة.